السلام عليكم. واش راه يحدث في العالم هذا؟ الحرب في أوكرانيا، خرجنا من الكورونا، دخلنا المرض واحد آخر اللي هو الجدري تاع القردة، الجدري تاع ليسانج ولا فاريول دي سانج. هذا المرض اللي اختفى زمان، ماشي تاع القردة، لكن جدودنا حضروا له، الآباء نتاعنا حضروا له تاع الجدري نهار ضربت الجزائر، وماتوا فيها ناس بزاف، ولو الناس عميين ولا ما يشوفوش. تاني صارت جهة مصر، لابروف واسمه الكاتب طه حسين كان من بين الناس اللي مرضوا بالجدري. وهنا في الجزائر كان الفنان الراحل اللي كان هو الشيف دوركاست، نسيت لو نون تاعو، تاني مرض بالجدري والأعمى، وكان الشاعر والأديب محمد سايح تاني كان ما يشوفش، مرض بالجدري. السبب كان مرض بالجدري أزمان في وقت الاستعمار الفرنسي، وهذه كانت خطة جهنمية من المستعمر باش يدمر الشعب الجزائري وينقص في النسيج السكاني الجزائري، باعتبار أن الجزائري نسبة الولادات نتاعو كانت مرتفعة، والفرنسيين اللي كانوا ساكنين هنا تلقى عنده واحد طفل ولا زوج وبركات. دونك باش يدي بور ديزيكيليبري سو تيسيو de la population algérienne. Donc, il fallait faire face. قال لك نقتلوهم بالسلاح، سا كوت شير، دونك نديروا لهم مرض نتاع الجدري، وكاين الملاريا، وكاين بزاف حوايج اللي داروهم. اليوم راهي ظهرت مور مباشرة، مور الخروج من، مازلنا ما تنيناش من الكوفيد 19. اليوم رانا دخلنا المرض واحد آخر، وهذا المرض هو حسب ما اطلعت عليه هو الجدري القردة، وينوض حبيبات فيهم في الأفاص أعلى المنطقة العليا ماء، وهذاك الماء هذاك والله الليكيد هذاك تلقى فيه الفيروس هذاك اللي ينتقل من عبد لعبد عن طريق سواء المسابح، سواء السيرفيات كي تبدل نهار تغسل وجهك والدنيا، ولا بالملامسة، ولا المهم. أنا لب الشيء هكذا، شوف سبحان الله تعالى، ليزيكيب أوروبيان، الفرق الأوروبية دارت شعار نتاع الشواذ نتاع الناس اللي ربي غضب عليهم في عهد لوط، النبي لوط، وفسك بهم الأرض وين المرأة كانت مع المرأة والراجل مع الراجل كانوا، وحذرهم النبي لوط وقال لهم باللي غضب الله أكبر، وهكذاك وماتت المرأة تاعو ووليد والدنيا سبحان الله، وعذبهم عذاب كبير. وكانت تاني في إيطاليا، تاني حسب الكتب اللي قريناهم كان منطقة اللي غمرت عليها المياه، وتاني كذلك صارت في هذاك الوقت لي فولكون ولا البراكين، انفجار البراكين، وين كانت واحد المنطقة سكنية كانوا شواذ كانوا يحبون النساء، يحبن النساء والرجال يحبون الرجال، وربي قصفهم، وما زالت حتى لدرك البقايا تاعهم كي كانوا يموتوا هكذاك تحت انقاض البراكين وتحت كيفاش يقولوا لا سوند ولا البقايا تاع النار هذيك اللي عمت عليهم وماتوا. مؤخرا فرق كرة القدم وين دخلوا بالأقمصة تاع المثاليين،
وكاين جزائريين اللي شاركوا، وكاين واحد السنغالي ما حبش وراه مداري له مشاكل كبار. اي بورتون هذه الرياضه ما دخلهاش، هما يهضروا على كما نقولوا حنايا، يهضروا على المشكل تاع حريه شخصيه، حريه العبادات وحريه، هما يسون لايك ودنيا، فينالمون هما هكذا قاع يكذبوا كذب هيدا. وكاين حنا الجزائريين هنا يتبعوهم بزاف، ويأمنوا بهذيك الحريه الشخصيه والحريه الفكريه، وهي قاع تصويره ولا مشوهه، الصوره ماشي حقيقيه للمجتمع الاوروبي والغربي. هادو الشواد داروا المنظمة تاعهم راهي ولات منظمة مؤثرة، والهدف نتاعهم حبوا كاع العالم يولي فيها الشواد ويحترموهم ويوليو عندهم مناصب الاخر ويتصرفوا فيهم كما يحبوا. على بالكم واحد شاد هذا ديجا راه مشى على انحراف عن الطريق نتاع واش قال ربي، ما من المسيحية واليهودية والاسلام ضد هذه الشواذ اللي راهي حادثه اليوم، رانا نشوفوها درك. مارغريتو وهمونا بهذيك الحريه الشخصيه، وهما باش كما نقولوا حنايا يستحوذوا على العالم، على خاطر واحد شاد ما عندوش شخصيه، ما عندوش لفات اللي خدع الجسم نتاعو وخدع العقل نتاعو، وهي مبادئ ينفيها العقل حتى الحيوان ينفيها. ودوك تشوفوا مقاربه ولا ما بين واش راهو يحدث هذا، دونك واحد اللي يمد الجسم نتاعو يمد الوطن، ديجا ربي غاضب عليه كلش فيهم هذا كاع الصفات، تحوس انت غدوه ما يخدعش البلاد، يبيعها ب 4 دور، يشوف واحد راجل شباب هكذا يروح معاه يبيع لك البلاد يسيني سير بلاص. دونك هادو تاع الفرق الرياضيه نورمالمون كي درت الكونترا، درت انا كونترا رياضيه، ما درتش انا كي ندير كونترا باغ اكزومبل اون سوسيتي ولا اون انتربريز ولا ماده ولا سياره ولا ماركه هكذا، دير معاه كونترا. انا كي اللاعبين هادو كي لعبوا لها دار كونترا فوتباليستيك، ما دارش كونترا باش يكون مع فلان ولا مع فلان. دونك واش دار الاعلام تاع فلسطين كي رفدوه، القيامه صارت على جاله والاخر على جالها للجزائر، راح اللي راهم يلعبوا لها في لي كوليس باش ما تروحش للكوب دي موند. هذا الاعلام اوكرانيا يوريو العلامات تاعهم، يوريو كل شيء ده باش يوصفوا بوتين باللي هو طاغي وما نبلش. المهم هادو الشواد هادو العياذ بالله راهي عاهة على العالم، وراهي تسيطر حتى في دي بوست بوليتيك، في المراتب نتاع السياسيه، ولا هما اللي يحكموا. دونك انا واش نقول، هذا المرض اللي جا الجدري قال لك حسب المعلومات اللي عندنا راهي انتشرت في اوروبا واستراليا وامريكا، لكن العلاقة اللي والمقاربة بين هذا المرض وكاعتك سيكو ظهرت في القرد، وهذا القرد على بالك في الصفات نتاع الكوتي سوسيال، الكوتي سوسيال ولا المجتمع تاع القردة عندهم الشواد. سبحان الله تلقى القرد يروح الذاكر يروح للذاكر، الأنثى تروح مع الأنثى. دونك شوف المقاربة بيناتهم، تقارب كما نقولوا حنا كبير بزاف. دونك هذا المرض راهم يقولوا حسب واش كتبوا الاوروبيين باللي كونكوا هذا المرض راهو توشا لا ماجوريتي تاع الشواد زوموسيكسيال. دونك واش صارت، دونك راه قال لك عن طريق الحمامات وعن طريق العلاقه بيناتهم
اللي صرا باسكو يديروا دي زونكات هما كيدخلوا السبيطار، واش من علاقه، اسكو انت هوموسيكسيال، انت كذا كذا، يديروا الاخر، لقاهم لا ماجوريتي كاع دي زوموسيكسيال، اللي راح العالم راح يروح على جالهم باسكو ينون با دينونسي هذا الفكر الخامج، ولا الفكر اللي راح يدينا الداهيه، اللي بسبب اللي راه تصرا الحروب، بسببهم راهو المجاعه، بسبب نتاعهم راهو ربي قصفنا. دونك انا واش نطالب، نطالب الدوله الجزائريه ان تحمي الجزائر لي فرونتيير تاعس، ما كاش يكون باش تدخل الجزائر وتكون تبوس عينك. دونك حنا ماذا بينا ما تصرالناش كما صرا تاع الكوفيد، منين جات؟ جات من اوروبا، وراهي في اسبانيا، في فرنسا، في انجلترا. دونك لهنا الجزائريين يجيب لي ورقه باللي تاع الطبيب وفيها لو باس سانيتير بلي كون كوا ما عندوش هذا المرض، وان شاء الله نتجاوزوا هذه المحنه الجديده ونخرجوا على خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.